كما شدد الرئيس السيسي على أنه لا خروج من أزمة كورونا دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك. وفي كلمة بمناسبة المنتدى العالمي للتعافي من الجائحة بمنظمة العمل الدولية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعافي من الأزمة ممكن إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة. أولاً، أننا وقد اتفقنا على صعوبة الاستمرار على الوضع الحالي، فعلينا أن نتفق كذلك على أنه لا خروج من هذه الأزمة دون سياسات متكاملة وآليات فاعلة لتنفيذها وقدرة مالية على ذلك. وتلك التحديات ستجد الكثير من الدول النامية والأقل نموا صعوبة جمة في تجاوزها. ثانيا، إن التعافي من الأزمة ممكن إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة والتزمت جميع الأطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية ذات الآليات الواضحة والمسؤوليات المحددة. ثالثا، إن إعادة ترتيب الأولويات التي عادة ما تصاحب مراحل ما بعد الأزمات لابد ألا تنتهي بنا إلى مسارات متباينة يكون من شأنها عرقلة مساعينا الجماعية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة أو إضعاف الثقة التي وضعناها جميعا في هذه الأهداف وآليات تنفيذها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. رابعا، أهمية دور المؤسسات والمنظمات الدولية في صياغة سياسات للعمل تستطيع إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية تنشأ وتتطور بسرعة بشكل ربما يتجاوز قدرة المنظومة الدولية الحالية على مواكبتها والتكيف معها. وأود هنا الإشارة إلى محورية ما تقوم به منظمة العمل الدولية في هذا السياق، خاصة النداء العالمي للتعافي الشامل والمستدام الذي أقره مؤتمر العمل الدولي في عام 2021 ليكون منهاج عمل واضح لكافة الأطراف في سبيل تحقيق تعافي شامل ومستدام محوره الإنسان.